بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو راح يكون خاص إلا بالدجاج، البط، الوز، الأرانب، وراه منقول من سوق الأربعاء لولاية البليدة. نذكركم فقط بأن السوق هذا يحل الجمعة فقط. تحية خاصة لكم متابعي قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. نبدأ على بركة الله ونشوفوا واش كاين هنا في السوق. هذا السوق يعني اللي خاص بالدجاج وكل شيء، قدام يعني السوق تاع المواشي، تحبوا تشوفوا الدجاج وثم تكملوا مع مع الدجاج. نبداو نشوفوا. اذا نبدا مع اخونا اللي هنايا جاب لنا الدجاج، وهذا في البرامه راكم تشوفوا حاجه شابه بزاف. الله يبارك. البرامه شحال ويدير خونا؟ برامه 300,000 وكاين 2500 دينار عندنا كذلك. هذا هي في يومي خونا؟ عرب. عرب هذا هي في العرب. شحال يدير الفلوس خونا عرب؟ عرب 25. وهذا هي في الفيومي كذلك. الله يبارك. الفيومي شحال حق خونا؟ الفيومي شحال دار؟ الفيومي 25 خونا. بارك الله فيك يعطيك الصحة. سيدو نكملوا نشوفوا الدجاج هذا اللي ربما خاص نورمالمون بالبيض. دوك تشوفوه السلام عليكم. واش راك خويا؟ صافا شيا لاباس بخير؟ هذا تاع بيض ياك خونا؟ الله يبارك. هذايا خاص بالبيض وكما قال لكم الاخ هذايا 65,000 الوحده. الله يبارك خويا، ربي يعينك بارك الله فيك يعطيك الصحه. دائما نكملوا ونشوفوا واش كاين. اذا كذلك رانا مع اخونا اللي هنايا جبنا الدجاج هذا الله يبارك. ما نقدرش نسميه، عاود سميه لي خويا. البيرتون تشيني. تشيني هذايا صاحبي كيما قال لكم البيرتون البرتقالي. الله يبارك. اللي دير في قبرك حاجه شابه يعني. حتى في الدجاج كاين انواع ما شاء الله في الدجاج. والله ما على بالك خونا. ما راس كيف كيف يا اخي؟ كيف كيف؟ ما قلت خونا جاب لنا حتى الكوشون دان هدايا ارميني. ارميني هذا وكيما قال خونا ماشي غير بارك الله فيك. سينو خونا هذا شحال داير هدايا؟ شحال يلحق في بريسير تاعو؟ 300,000 3 ملايين بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا قال لكم خونا كوبلا يا اخي كوبلا يلحقوا 3 ملايين. هادو واش من البلاد خونا؟ بيان سور بيان سور. واش من البلاد هادو خونا؟ ما بالكش ماشي مشكل، ولكن راكم تسمعوا 3 ملايين. سينو في البلاد شحال دار خونا؟ مازال كيف كيف خونا. بارك الله فيك وربي يعينك يعطيك الصحه. خمسين باقي تزير عليه. اذا مع الارانب كما قال لكم هادو خونا ديميجيون. هادو شنو هادو؟ ديميجيون يا خويا. وشحال يلحقوا السعر تاعهم هادو خونا؟ سوما شحال يلحقوا؟ 60,000 وخونا حبي يديهم هكذايا 50,000. اي اسمعي. هادو اديهم اسماعيل الله يربح. عندنا هذا الفروج تاع البلاد هذه سبعه في المناسبه سوق الربا افليتو سمحوا لي سوق الاربعه يجيبوا دجاج ما شاء الله حتى في الارانب في البط في الوز يجيبوا سلعه الله يبارك. اذا مع اخونا كذلك جاب لنا هادوما هادو كما قال لكم في البابيون والبيع معي معاهم هكذا الله يبارك عليكم معايا معاهم البيع الله يبارك. شي عندها زوج اربعه سته وهذه هي كذلك. شحال يلحقوا السعر تاعهم في فري شيخ؟ يا خويا عطاو لي 500,000 في الوحده بيا بولاد. بارك الله فيك عطاو له 5,000 دينار هي بولادها قال لكم مازال شويه. اخي يقول لك بارك الله فيك وربي يعينك يعطيك الصحه. سي جونتي صحيت. زيد نجوز عند المصغر لهنايا. السلام عليكم واش راك؟ شوف الله يبارك جاب لنا كذلك هذه كوبلة يا اخي خونا ما شاء الله. هذو واش من راس؟
براهما هذه هما شابين بزاف، هذه في الفيمالة هذا في المال ولكن شابين. واش راهي حق السير تاعهم هكذا خونا؟ السومه ها؟ 700,000 هذه هما 7,000 دينار الكبله في البراهما. هذا دجاج عرب يا اخي خونا، هذا دجاج عرب شحال حق هكذا يا خويا؟ 220,000 الحبه. الله يبارك، هذو 220 إذا نقول لك يعطيك الصحة وربي يعاونك. نجوزو كذلك محبي الأرانب المصغر، جاب لنا كذلك مجموعة من الأرانب هنايا. هادو شنو راس خونا؟ قول لي برك عفي فري واش كاين لي راس؟ كاين اسبانيول وهذه شنو؟ هذه في السيام، وكذلك حتى في الأرانب كاين أنواع. الله يبارك، وهذه واش من النوع هذه؟ هذه عادية نورمال معليش. والفري شحال يلحقوا عفي فري؟ على حساب كبيره صغيره 150 100 بارك الله فيك يعطيك الصحه حتى ل 200,000 وليدو. نقول لك يعطيك الصحه، زدنا ندوزو عند خونا لهنايا، جاب لنا الفروج تاع البلاد تاع عرب وكذلك الحجل يا اخي خونا صحيح بارك الله فيك. شحال دار الحجل خونا؟ نعم 100,000 الله يبارك. 1000 دينار هذا في الحجل، ودجاج عرب هذا شحال حق؟ 150,000 خويا. نقول لكم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة خويا العزيز صحيت. جوزو عند خويا كذلك، السلام عليكم. جبت لنا الفروج يا اخي الله يبارك، شحال دار؟ مازال ما سمونيش. وشحال يلحق في بريسير تاعو هكذا؟ عنده 80 80,000 الله يبارك 80,000 كذلك مع خونا جاب لنا هنايا الارانب. السلام عليكم شيخ، واش راك؟ إذن مع خونا لهنا كذلك جاب لنا هذا الدجاج اللي خاص بالبيض، قال لكم 70,000 الوحده وثلاثه ب 200,000. نعم هكذا ناصر تي في خويا العزيز. وخونا هذا هو البيت تاعها يا اخي، هذا الاصفر الله يبارك. راكم تشوفوا انسان اللي يحب ربما عنده لي سباس ولا يدي كاش اربعه ولا خمسه هكذايا ينسى البيض، ما يزيدش يشري البيض. خونا يعطيك الصحه كذلك. هذه هما دائما في الدجاج تاع البيض، وهذو هما هذو فلاس دجاج عرب يا اخي خونا، هذو فلاس العرب صح. شحال داروا؟ 30,000 هذو هما 300 دينار الحبه الله يبارك. وتاع تريسيتي شحال دار؟ تاع تريسيتي اه 3500 الله يبارك. وهذايا هذا الوز ولا البط يا اخي؟ الوز البط هذايا، شوف الله يبارك ما شاء الله. شحال دار هكذا الوحده؟ شحال دار؟ 35,000 ما شاء الله. ليدو بارك الله فيك يعطيك الصحه. اذا راني مع اخي لهنايا، وكذلك جاب لنا الهدايا الدان في البيض، شوف الله يبارك هدايا ماشي كيما الاخر. وهذا يزيد يكبر خونا، يزيد يكبر ياك، يزيد يكبر. لا لا هذا هو يعني هدايا الحجم تاعو يقعد هكذايا، والبيض كما قال لكم ما شاء الله. وهذا السعر تاعو يدير 400,000 للحبه. عندنا كذلك هذوما كما يقولوا الارانب الفرنسيس، عندنا هذوما بيض يعني ملقح نورمال تاع الدجاج مخلط هنايا. سينو واش عندك كامل سلعه في الدار شيخ؟ تقريبا ما كاينش عندي براهما في البراهما كذلك. ماشي مشكل، المهم خونا يخدم يعني هذه الانواع الدجاج الوز البط هكذايا. نخلي لكم رقم الهاتف ديالو حتى البيض يخدموا هكذا لي انتيريسي ولا يتصل بخونا. خويا قول لي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 0553 09 53 81 لكن من لقاوك؟ اذا ود العلايق الله يقول الريح ما يقيسكمش كما قال لكم الريح ما يقيسكمش. خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه صحيح. وكاين كذلك هذوما في الارانب، شحال داروا الفرنسيس هذوما؟ داروا 150,000 وهذه هي رايحه عندنا على البيض يا اخي هكذا. لا عندها عندها في العلس الصغار، شحال عندها؟ 8 وهذيك كيما وهذيك كيما يقولوا بوعنقيق يا اخي ديما صح. الاسم تاعها واسمه؟ جينواز. جينواز كما قال لكم، كاين ناس ديموندتني على جينواز. اذا راهي متواجده اليوم هنايا بسوق الاربعه، نعاود نذكركم السوق هذا بالجمعه فقط يعني. شحال عندها فلوس؟ 8 الله يبارك، عندها 8 فلالس لهنايا. شحال حق سير تاعها هكذايا؟ 270,000 هي بالفلالس تاعها الله يبارك. خونا كذلك جاب لنا زوج فرارج عادي تاع العرب يا اخي، وجاب لنا في البراهمه هذه يعني في مالا. شحال دارت خونا؟
250 250 الف والمصغر يعني سي دوماج نحاونا السوق تاع الاربعه ايه هذا راه يجي لهنا شوفوا جاب لنا كوبلا كناري بالفرخ الله يبارك هاوليك يكون في عمره هدايا واحد 12 يوم هايبا هذا ما كان مش هكذا فيهم كوبلا كونفلي هكذايا مازال ما ساهموش سي دوماج السوق الاربعه كان سوق هايل يعني فيه الطيور الكناري المقرين كل شيء وفيه الدجاج والصوالح هذوما ولكن كي نحوهم ولاو هنايا في طريق تاع الدخله تاع المواشي ليدو بارك الله فيكم يعطيكم الصحه دائما هنايا السوق هذاكم اللي يحب يجي يشري الانواع هذوما متواجدين بكثره الله يبارك المصغر كذلك جاب لنا هنايا الحجل وهذايا الوز ياك البط البط والوز الله يبارك وشحال سوا الوز زيدو جوزو عند خويا لهنايا السلام عليكم خويا واش راك صافا لاباس راك مليح بخير بيان هذا في ديميشيون هكذا كروازي بابيون الله يبارك محبي الارانب كاين بكثره كاين جماعه تقول لك خويا ناصر دير لنا يعني الارانب وحدهم سيفري ولكن الوقت ما عندي صدقوني لهذايا ندخلهم كامل في الوسط ان شاء الله بالك شمره تكون عندي الوقت ندير لكم يعني الارانب وحدهم فقط فيديو سينو شحال الحق هكذا كيما هذا خونا مازال وشحال الحق في الدريه هكذا 700 الف الحبه كيما قال لكم الاخ 7000 دينار خونا بارك الله فيك يعطيك الصحه اخينا شحال داروا لك هاي واش راك خويا لاباس الله الحمد لله حامليك لي كاي هادو ما دايروا بضامين ولكن وفيين الله يبارك هكذا نسيتو نكمل معاكم خونا هذيك صحة السلام عليكم صحيت خويا وخونا جاب لنا تفضل شيخ تفضل جاب لنا زوج وزات الله يبارك كوبلا هادو خونا مالو في زوج ليمار في زوج ليمار كيما قال لكم هادو ما في زوج ليمار الله يبارك الوز كذلك انسان اللي عنده ليسباس اللي يحيي ربي حتى البيت تاعو كبير الله يبارك هادو شحال دايروا خونا؟ 160 خويا العزيز واش راك؟ الوحدة 160 الوحدة صافي في الجزائر هذا هو سوق الأربعة صراحة فيه أنواع ما شاء الله خونا جبنا زوج فرارج الله يبارك شحال دايروا هادو؟ وشحال يتباعوا؟ اللي مال هادو 70 80 بارك الله فيك هاتي ربي يعينكم دائما هذا الدجاج اللي خاص بالبيض يا اخي خونا البيض وهذا كيف كيف معاهم؟ داكور وهذا هي السردوك الله يبارك خويا واش راك؟ صافا شوية لاباس شحال درت على البيض؟ 60 الف بارك الله فيك خويا هكذايا درنا لكم نظرة كيف على السوق هذايا السلام عليكم واش راك خويا؟ صافا لاباس هذا دجاج عرب ياك؟ دجاج الله يبارك شحال دار؟ 165 جملة بارك الله فيك 165 الف جملة هذا ثاني بيض هكذا تربية الله يبارك خونا يعطيك الصحة وبارك الله فيك هكذا درنا لكم نظرة على الأنواع اللي كانوا موجودين اليوم هنايا اللي خاصة بالدجاج الأرانب بالوز البط ومن بعد إن شاء الله يعني هذه إنسان ما يعرفش الدخلة ديالكم يدخل لسوق المواشي اللي إن شاء الله راح تقدروا تشوفوا كل حاجة في قناة ناصر تي في الكباش الماعز الأبقار الأحصنة حتى الطيور الكناري المقنين كل حاجة موجودة في قناة ناصر تي في إذا نقول لكم ما تنساوناش بدعاوي الخير نقول لكم ما تنساوش دعم القناة ناصر تي في كذلك ونقول لكم إن شاء الله رمضان يدخل علينا بالصحة ولهنا تهلاو في رواحكم السلام